صباح نغير. أكيد فرح رح نروح سوا لننتقل لنحكي عن تنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها، فباتت هذا الموضوع ضروري اليوم وضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، فبقدرات هذه الموارد نضمن إعادة إعمار سوريا وازدهارها. فقد أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية حيث تمت مناقشة أفضل الطرق لإدارة الموارد في الشركات واستثمار طاقاتها للإضاءة أكثر على هذا الموضوع. أكيد بصيرنا نرحب بنهى شويحنة، مستشارة في مجال إدارة تنمية الموارد البشرية. صباح الخير نهى، صباح أهلا وسهلا الخير، فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي مع حضرتك عن الندوة اللي أقيمت مع غرفة تجارة دمشق. هلا الهدف من الندوة كان هو التعريف الموارد البشرية كمفهوم، لأن في كثير من الصناعيين والتجار، بدنا نقول التجارة أكثر، كانوا الناس مهتمة إني شو الموارد البشرية، لأن لحد الآن نحن ما زلنا في السوق السوري بنواجه ضعف بمفهوم الموارد البشرية. في كثير ناس بتقول شو الموارد البشرية، بتصادفنا إني لحد الآن هذا المفهوم ما بيعتبروه، إني غير واضح، غير واضح لألون وشو أهميته. هو أهميته الحقيقة نحن رحنا وشاركنا مع غرفة التجارة لحتى نواكب الناس اللي رح تبني ان شاء الله سوريا، ان اهميه الموارد البشريه في الشركات. فخلينا نقول هيك مثل التذكير للمشاهدين بموضوع اهميه الموارد البشريه. نحن اليوم الموارد البشريه كمفهوم هو مسؤول عن التوظيف، الموظف يعني اهميته هو الانسان بالنهايه بالشركات بالمؤسسات العامله. فاليوم بناء الانسان هو اساس البناء المرحلة القادمة بالنسبة لنا، كفاءاته من توظيف، من تعيين، من تقييم، من تدريب، استقطابه. حتى حكينا عن التحديات اللي رح تواجه هالمهنة هاي، لأني نحن اليوم في تسرب للعمالة كتير كبيرة، وهذا الشيء كمان عم يخلق تحديات. فالمسؤولية الأكبر تقع بالشركات على الموارد البشرية في تأمين العاملين وإدارتهم وتطويرهم ليتوافقوا مع متطلبات الشركات، وخاصة بالمرحلة القادمة. نعم، يعني نوها خلينا نحكي عن الشركات بشكل خاص، هي كيف ممكن تحافظ على كوادرها والفنيين الموجودين فيها، وكيف هي أيضا تستفيد من الموارد البشرية بهذا المجال؟ هلا نحن الحقيقه في عده عوامل انك انت تحافظي على الاشخاص الموجودين او الكفاءات الموجوده بالمؤسسات، ولكن نحن التحديات يمكن تكون اكبر كثير بالنسبه لنا، لاني انا نحن متوقعين بالنسبه للسوق السوري مثل ما كنا صادفنا تحديات كان بثبات سعر الدولار والتضخم الهائل اللي صار بالنسبه لنا بسعر الصرف. هلا نحن جايين على مرحله ثانيه باعاده الاعمار لما تدخل الشركات، وهذا الناس التجار والصناعيين لازم يحسبوا حسابه. اللي حافظوا على الموظفين أثناء الأزمة رح يكون عندهم تحديات للمحافظة عليهم ما بعد الأزمة، لأن اليوم إن شاء الله بإعادة الإعمار رح تدخل شركات كثيرة. أكيد نحن بعد كل مرحلة من الركود والحرب تجي وراها مرحلة نهضة، هاي النهضة رح تكون في عندك شركات منافسة. يعني اليوم الموظف اللي كان عم يقبض 50 رح ياخد 100، رح تجي الشركة المنافسة تعطيه 100. فإذا أنت كنت معتقد أنك أنت اليوم بالمرحلة الحالية عم تقدر تحافظ عليه بهال 50 بهال 100 بهال 150، أنت بالمرحلة القادمة ما رح تقدر، إن ما كنت مجهز حالك لما بعد حتى مرحلة الأزمة. الشركات المحلية في كتير خطر كبير عليها بدخول الشركات المنافسة. نحن عم نقول هو أكيد انتعاش للاقتصاد بنفس الوقت، ولكن في كتير خطر وتحدي كتير كبير للموارد البشرية إدارتها بهي المرحلة هاي، لأن لازم نكون نحن كخبراء موارد بشرية عم ننبه أصحاب الشركات والتجار والصناعيين انتبهوا فيه، لأن نحن اليوم بطبيعة الحال بس ما أجت على زيادة الرواتب الموضوع بيصير الشخص بده يربح أكثر وما يعطي للناس. يعني بصراحة هي أول نقطة، أول عامل للمحافظة على الكوادر. أكيد الناس تحملت كتير ضغط كبير بالأزمة، فأكيد ما يعني بس تنفتح البلد إن شاء الله يا رب، ونحن متفائلين بهذا الشيء. وبس ما دخلت الشركات وصار في منافسة أكبر، فأنت أكيد هذا لصالح أكيد الموظف، ولكن تحديات كبيرة للشركات، لأن اليوم أنتوا لازم تكونوا عم تجهزوا حتى شغلكم وربحيتكم لتكون موافقة المرحلة القادمة. فأكيد الحفاظ على الموظفين له عامل مادي، له عامل تحفيزي قد التدريب والتأهيل والتطوير، اللي أنا ممكن يحس أني أنا بالنسبة له قيمة مضافة بالشركة. بده يحس الموظف أني في عنا كلمة شكرا، في عنا حوافز له، في يكون في برنامج تحفيزي له. هذا الكلام، هالبرامج هي المحافظة على الموظف، لازم يكونوا أصحاب الأعمال من تجار وصناعيين واعيين كثير لقلب المرحلة القادمة. وإلا إذا أنتم كنتم معتقدين أني أثناء الأزمة قدرتوا تحافظوا على الناس، ولكن يمكن بالمرحلة القادمة تكون صعبة. أكيد لهيك نهى خلينا نحكي عن إذا فينا نقول التجارب اللي
تمت بينكم كجمعية لإدارة الموارد البشرية والقطاع العام؟ يعني نحن ما لازم نستنى مثل ما قلتي لحتى نبدأ بالسوق ونبلش نشوف هل نحن قادرين على إدارة هالموارد أو لا. هل كان في تجارب لكم بهاي الفترة وكيف كانت نتائجها؟ هلا نحن بالنسبة لنا كقطاع عام عم نتحاول نتواصل مع وزارة التنمية الإدارية، بنحاول نتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عم يكون في تعاون كثير نحن بالنسبة لنا كجمعية موارد بشرية، ولكن توعية وأهمية الموارد البشرية لها عم يكون في إنه كثير أدوار تطوعية بهذا المجال. كمان بنفس الوقت نحن عم نحاول عم نعمل دراسة رواتب من خلال جمعية الموارد البشرية لأسعار الرواتب بالسوق، أهم دراسة هلا تعملوها بهذا تماما هلا نحن عملناها، ولكن للأسف ما شملت أكيد القطاع العام لأن هي معروفة الفئات والأجور، ولكن بالنهاية أنت كمان حلو مؤشر بالنسبة للوزارة تعرف سوق العمل فيه يعني. تماما فنحن اليوم بصدد انتهاء مشروع دراسة الرواتب، وهذا كتير مهم لأنه بيفيد حتى القطاع العام لحتى يعطيه مؤشر أني نحن بالنسبة لأن ما هي بتقلك أني كل الدراسات من 150 ألف ل 200 ألف صار وسط المعيشة بالنسبة للسلة إذا بدنا نحكي للموظف أو للعامل، فأكيد نحن بالنسبة لأن هذا اللي عم نحكي أني أكيد في ولكن في تحديات كانت قدام أكيد البلد، في أولويات نحن مقدرين هالأولويات، ولكن مجرد ما تنتهي تبدي إن شاء الله نتعافى رح يكون نحن أكيد في تسارع مع الأشخاص مع الموظفين برواتبهم بفئاتهم بتطويرهم، لازم نكون عم نحط خطط وبنى تحتية لهذا الموضوع ونكون جاهزين لأني نحن لازم ندخل بالمرحلة القادمة لهالشيء. هذا نحن عم نكون دورنا توعية، وحكينا بغرفة التجارة عن التحديات اللي رح تواجه المؤسسات، وكان يعني هي بدورها كغرفة التجارة إنها كمان تساعد الجهات الحكومية عن طريقها نحن نوصل للجهات الحكومية وعن طريقها نوصل كمان للشباب لنوصل الفجوة بين الجامعات وبين الـ يعني دور الغرف. شو هو دور الغرف؟ هو ربط سوق العمل، ربطه مع التجار والصناعيين، الغرف بحد ذاتها مع الجهات حتى الحكومية والطلاب والشباب والمستقبل، لأني أي شيء اليوم هي الجهة الواصلة بين الجهة الحكومية والشباب أو سوق العمل يلي نحن عم نطلع على له. أكيد. طب نهى اليوم بعد 7 سنين حرب قد ايه بتشوفي انه فعلا في امكانيه رح تنطبق كل خلينا نقول القوانين اقتراحات او اي شيء بيتعلق بالموارد البشريه فعلا على الشركات ان كان الخاصه بتخصه بهم فيما بعد يعني العامه؟ هلا هو في اكيد امكانيه، اكيد نحن بالنسبه لنا بس مو شيء بالسهل، ولكن اهم صراحه عامل رح يكون موجود هو عامل المادي. يعني حتى نكون واقعيين اليوم كل الموارد البشرية شغلهم إن ما كان في عامل مادي نحن كل شغلنا بيكون ماله بصراحة له أثر وصح. ليه؟ لأني نحن لما نقول عامل مادي في عنا رواتب أول نقطة، بدنا نشوف الفئات، دراسة الفئات وتواكبها مع الرواتب، بدنا نشوف التحفيز، برنامج التدريب، التدريب اليوم تدريب العامل. هلأ كمان في طرق اليوم شغلتنا أن نلاقي طرق بديلة، اليوم في الأونلاين تريننج، يعني اليوم عن طريق الشبكة الإلكترونية فيك تاخدي أحسن الكورسات. اليوم دور الموارد البشرية يحاول يطالع عن طريق الشبكة الإلكترونية شو ممكن إمكانية التطوير الموظفين عن طريق أو يساهم على الأقل يخفف نفقات. كمان نحن دورنا نوازن تخفيف نفقات وبنفس الوقت بدنا نعطي نفقات، يعني اليوم عندنا نفقات تدريبية، عندنا نفقات تحفيزية، بدك تعطي مكافأة، ما بس نحكي بالعقوبة، العقوبة هي آخر شيء لازم نفكر فيها إلا إذا كان بالفعل بعد أول مرة وتاني مرة للخطأ، ولكن نحن الأساليب هاي كل الموارد البشرية ما في مصاري عامل الفشل رقم واحد بصراحة. طيب خلينا نهى قبل ما نختم حديثنا نمر مرور سريع يمكن على أهم القواعد اللي نحن بحاجتها حاليا لتنمية الإدارات إذا فينا نقول وبالأخص بهي المرحلة. هلأ نحن أهم شيء بالمرحلة الأولى نهيئ الكوادر بالتدريب، يعني نحن اليوم المرحلة المفروض نشتغل على التدريب لأني نقيم الكفاءات الموجودة عندنا بالمؤسسة ونقول شو هي الكفاءات اللي نحتاجها أو متطلبات العمل من سنة لثلاث إلى 5 سنين بالمرحلة، وحتى رح نحط من ضمن التحديات اللي موجودة نشوف الكل مجال ندرسه أن شو هو بهالمجال لازم يكبر الشخص ونحط له المسار المهني أو الوظيفي. يمكن إذا ركزنا على هذا الموضوع بعود بحس الموظف أني أنا بالنسبة لي هل المسار المهني أو هل التدريب أو خطة التدريب المحطوطة
متوافقة بالفعل التدريب لأجل التدريب ممكن تساهم كتير كبير بالمرحلة الأولى بالنسبة لنا. بعد التفكير بالتدريب وتأهيل الكوادر ووضع لهم المسار المهني، أكيد نحن بالنسبة لنا بنمشي معه الحوافز بالنسبة لموضوع العمل التحفيزي، وممكن تكون التحفيز مالي ولو شيء بسيط. في عنا رسائل شكر لإنسان عمل شيء، هل كلمة رسالة شكر رسالة تقدير ما بتكلف كتير المؤسسات، ولكن كتير أثرها المعنوي على الموظف، وهذا الشيء بيعمل له ولاء، تنمية الولاء الوظيفي. نحن اليوم اليابان، تجربة اليابان لما كنت أنا بزيارة باليابان بتلاقي روح العمل والفريق كتير كبير وعندهم ولاء وظيفي. هذا الولاء الوظيفي نحن المفروض نشتغل عليه، وهو مرحلة متقدمة. الولاء ما بيصير إلا لتعطي رضا للموظف الأساسيات الموجودة. أكيد كتير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم وكل المعلومات اللي قدمتي اليوم. نتمنى دائما يكون في مستقبل إن كان للاقتصاد وكل المجالات وبالشركات العامة الخاصة وبمختلف القطاعات. شكرا لك. تسلمي لك. شكرا لك نهى. يعني اليوم فرح كان في محطات متنوعة، يمكن ضوينا شوي على التميز بمجال الإدارة وأيضا بمجال المعلوماتية، وأكيد ذكرى خاصة وهي انطلاقة التلفزيون العربي السوري. هيك محطاتنا الصباحية لليوم بتكون وصلت لنهاية.